ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة سكوب. في وسط حالة الحرب على قطاع غزة وانشغال كل الناس بيها، في خبر بعيد تماما عن الحرب عمل حالة من القلق والرعب لناس كتير على السوشيال ميديا، وخصوصا انه بيفكرهم بأيام فيروس كورونا والحظر والموت. الخبر ده بيقول ان في فيروس تنفسي جديد بدأ ينتشر بقوة في الصين وبيصيب الأطفال أكتر، وانه عدد الإصابات اليومية بيه وصل للآلاف. وزي ما احنا شايفين في الفيديو اللي انتشر بقوة على كل منصات التواصل الاجتماعي، في أعداد كبيرة جدا من الناس واقفين بداخل واحدة من مستشفيات الصين. مش بس كده، ده في دول زي كندا وامريكا وبعض الدول الاوروبيه بيطالبوا بتعليق الرحلات الجويه مع الصين بسبب طبعا غموض الفيروس اللي بيشبه في اعراضه الالتهاب الرئوي. لكن الموضوع مش كده، ولان الموضوع خطير ومحتاج توضيح هيكون معانا على زوم دلوقتي الدكتور محمود الانصاري، استشاري اول امراض المناعه. اهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور، في البدايه عايز اعرف ايه حكايه الفيروس ده بالظبط؟ خلينا نطمن الناس بدايه. ده الجزء اللي احنا لازم نبدأ بيه الكلام بتاعنا. الجزء الثاني المهم جدا هي معلومة ما هو واقع الصين حاليا وما كان وما سيكون. الصين فيما كان ما قبل إجراءات كورونا الاحترازية كان بتسجل سنويا أعداد معينة من قبل منظمة الصحة العالمية ومن قبل مراكز مكافحة العدوى لأعداد الإصابات بالأمراض التنفسية سواء لكبار السن أو للأطفال أو في فترة منتصف العمر. الأعداد دي ما بعد دخول كورونا حياتنا، هل الأعداد دي زادت؟ بالتبعية وبالمنطق وضع طبيعي إن كانت الأعداد دي تزيد. مظبوط. والأعداد بتاعت الإصابات اللي زادت في الوقت الحالي دي هي زيادة لنشاط مجموعة من الفيروسات اللي بتنشط في موسم الخريف من كل عام. زي فيروس التنفس المخلاوي وفيروسات الأنفية، ودي مجموعة تتعدى ل 120 نوع، إلى جانب طبعا الإنفلونزا والبارا إنفلونزا وغيرهم كتير من الفيروسات التنفسية. أضيف إلى كل الكلام ده فيروس كورونا بإصاباته التقليدية اللي بقت موجودة دلوقتي، اللي بتاخد شكل أدوار البرد أو أقرب ما يكون إلى أدوار الرشح. في بعض الحالات ضعيف المناعة يتطور الأمر معاهم إلى حالات الالتهاب الرئوي، وإن كان برضو بيكون شكل من الأشكال البسيطة. أوكي. فخلينا نتفق مع بعض ان الزياده ما حصلتش زياده لان في فيروس جديد ظهر في الصين وعلى اثره حصلت الاصابات والكلام ده، ولكن الزياده حصلت لدخول الفيروس بقى من ضمن قائمه الفيروسات المعديه. فبحكم ان هو بقى من ضمن قائمه الفيروسات المعديه بقى عندنا مجموعه معلومه علم اليقين لحياتنا كلنا، اضافه الى فيروس كورونا لدى جمهوريه الصين الشعبيه. اوكي. في نقطه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها هنا حضرتك، إن ده أول موسم شتاء كامل يعدي على جمهورية الصين بلا أي إجراءات احترازية، يعني لم يكن من قبل على مدار الثلاث سنوات اللي فاتوا الصين بتخش موسم الشتاء بدون إجراءات العزل وإجراءات الفصل وإجراءات حجز المرضى، ده موسم فريد. فوضع طبيعي إن كان يتشاف زيادة في أعداد الإصابات، ولكن ليست بالإصابات اللي تفض أو زيادة اللي تفض، عشان نبقى موصلين للناس المعلومة كاملة. طيب، بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي وهم بيطالبوا بتعليق الطيران للصين قالوا أنه فيروس غامض. يعني إيه يا دكتور فيروس غامض؟ طيب خلينا برضو نتفق مع بعض أن الصورة غير مكتملة كامل. إحنا ده كده هيبقى فيه شقين، شق إن كانت أمريكا تعلم معلومة لا يعلمها أهل الأرض فواجب عليها أن هي تنصح أو تفصح أو تعلن عنها، لأن أمريكا مش هتيجي الكونجرس الأمريكي يعلن عن إجراءات أو نصائح أو بعض الإرشادات بتعليق الطيران من الولايات المتحدة الأمريكية إلى جمهورية الصين الشعبية لشيء غير معلوم أو هو بالنسبة لهم شيء غامض. لابد من توضيح أكثر من سواء الكونجرس أو الهيئات الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية. طيب، هل معنى ان عدد الاصابات بيه يوميا ان هو ممكن يتحول الى جائحه؟ وكمان عايز اسال حضرتك سؤال تاني في نفس السؤال ده، ليه الاطفال؟ هل بسبب مناعه مثلا او حاجه؟ الاطفال دايما بيكونوا اكثر عرضه للفيروسات المستحدثه او الفيروسات الجديده. خلينا هنا نتفق على شقين. الشق الاولاني، هل هو في فيروس جديد فعلا ولا لا؟ فالاجابه لم تكتمل الصوره بعد الى اللحظه اللي انا بتكلم فيها مع حضرتك دي. طب. لغايه اللحظه دي لم تكتمل الصورة بعد، ولكن هل وارد يبقى في حاجة جديدة نحن لا نعلمها؟ الإجابة قطعا نعم، لأن الصين مش من ضمن الدول اللي بتصح عن كل الأرقام أو كل الأعداد أو كل الإصابات أو كل الأمراض بشكل دوري، دايما بيبقى في تأخير في إعلان النتائج.
هل وارد ان هو يتحول الى جائحه ولا لا؟ نحكم على الامر ده بعد علمنا ما هو الفيروس. وقتها نقدر نتكلم مكالمه جديده ونعمل لقاء جديد ونعلن عن الحقائق بكل تفاصيل. طيب دكتور، احنا طبعا في فصل الشتاء وبيكون في اصابات بالبرد كتيره جدا بسبب تغيير الجو، ازاي نفرق بين ان في اصابه خطيره وان ده فيروس وان ده برد؟ لان دايما احنا بنلخبط في الموضوع ده بالنسبه لاي انسان عادي. خليني اخد الجزء بتاع حضرتك الى شقين او الى سؤالين. السؤال الاول، هل في الوقت الحالي اصحاب المناعه الجيده عليهم اي خوف؟ فالاجابه قطعا لا. اوكي. كل ما له علاقه الشباب او فتره منتصف العمر او الاطفال او حتى كبار السن، ان كان مهتم بالاكل والشرب والنوم ونظام الحياه الصحي الصحيح وممارسه القليل من الرياضه، يعني مش عايزين ممارسات شديده او قويه او كبيره، ممارسه رياضه ايا ما كانت ايه هي، هنا هنضمن جهاز مناعه قوي سليم صحيح، مش هنخاف على المصاب ايا ما كان ايه هي فتره عمره او حالته. ده رقم واحد. رقم اثنين، ازاي نفرق ما بين الاعراض؟ عايز اقول لحضرتك ان احنا عندنا مئات الفيروسات التنفسيه من عوائل مختلفه كلهم بيتشابهوا في نفس الاعراض. من اول كورونا نفسها حضرتك عندنا فصائل ليها قديمه معانا من الستينات في كتب الطب كبينها، سواء الاو سي او الاتش كي 1 او الاي 229 اي، كلها اكواد لفيروسات معلومه علم اليقين كتيرة بتتشابه في أعراض البرد العادية مع بعضها البعض، فقدرتنا إحنا كبشر على التفريق ما بين ده وده مش هتفرق معانا إلا لو كان الفيروس خطير أو محتاج مننا رعاية خاصة. طب حكم إن هم كلهم بيتشابهوا في نفس الأمر أو في نفس الأصل، فمش محتاج مننا إن إحنا نبقى قلقانين ولا محتاج مننا إن إحنا نخاف. محتاج مننا إن إحنا نهتم بالمناعة، ناكل كويس، نشرب كويس، نبتعد عن السموم البيضاء، نمارس الرياضة بشكل نظامي. الحاجات دي هتضمن لنا مناعة تمام، وأي مكان إيه هو المعدي أو أي مكان إيه هو اللي هيعمل لنا العدوى التنفسية، هنبقى إحنا في الحالة دي في أمان. دكتور محمود الأنصاري، استشاري أول أمراض المناعة، بشكر حضرتك جدا على المداخلة. وبكده تكون خلصت فقرة سكوب.